في ديربي عربي قوي ومواجهة حاسمة لخطف بطاقة الصعود لنهائي كأس العرب، يلتقي منتخب مصر وتونس بالستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة في الخامسة من مساء الأربعاء ليقابل الفائز منهما الرابح من لقاء قطر والجزائر لتسمية بطل العرب. ويتبارى الفريقان في الوقت الذي سجل فيه منتخب مصر 10 أهداف واستقبل 2 بالبطولة حتى الآن، بينما أحرز التونسيون 8 أهداف واستقبلوا 4. ويدخل منتخب مصر المباراة وهو يتمتع بميزة لا تتوفر لنظيره التونسي وهي التنوع التهديفي، فهناك 9 لاعبين سجلوا أهداف الفراعنة 10 في هذه البطولة، وفي المقابل أحرز أهداف تونس 8 3 لاعبين فقط، هم سيف الدين الجزيري مهاجم نادي الزمالك وهداف البطولة ب4 أهداف، إضافة إلى يوسف لمساكني وفراس بالعربي ولكل منهما هدفان. أما فيما يخص الغيابات فترجح كفة نسور قرطاج، فقد اكتملت كتيبة المدرب منذر الكبير لأول مرة منذ انطلاقة البطولة، خاصة بعد عودة نجم الأهلي علي معلول من الإصابة ومشاركته في التدريبات الجماعية، وهو نفس ما ينطبق على ياسين الشيخاوي لاعب وسط النجم الساحلي التونسي. فيما يعاني البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر من غياب 3 عناصر أساسية هامة للجانب الدفاعي بالتحديد، هم أحمد حجازي وأيمن أشرف وحمدي فتحي، ذلك بخلاف الحارس محمد الشناوي الذي قد يحدد موقفه النهائي من المشاركة قبل ساعات من اللقاء. فهل يتأثر منتخب مصر بتلك الغيابات أمام تونس أم تحسم الخبرة اللقاء لصالح الفراعنة؟ وماذا عن التشكيل المثالي لمواجهة نسور قرطاج؟ وهل يتمكن كيروش من اجتياز هذا الاختبار الصعب؟ كل ذلك يجيب عنه نجم الكرة المصرية علاء إبراهيم وأحمد فوزي مع كريم حسن شحاتة في كورة كل يوم. نرجع تاني مع بعض ومعايا 2 من النجوم المميزة، كابتن علاء إبراهيم طبعا كان مهاجم من النادي الأهلي ومنتخب مصر وفي المنيا طبعا في الأول، وكابتن أحمد فوزي حارس مرمى النادي الأهلي ومن الحراس المميزين جدا وانتقل لأندية كتير، يعني الاتنين لفوا لفة جامدة جدا، لكن طبعا الأساس سواء كابتن علاء أو كابتن أحمد فوزي النادي الأهلي. ازاي كابتن علاء؟ كيمو ازيك عامل ايه؟ منور الحمد لله ربنا يخليك. انا اعرف كابتن علاء ابراهيم قبل ما يتشهر بقى، ويعني كان في نادي المنيا وكان هداف نادي المنيا، كابتن حسن شحاته كان ماسك المنيا في التسعينات اول فرقه، صح؟ 96 اول فرقه صعدها كابتن حسن كانت المنيا بالظبط. كمان كابتن احمد فوزي هو الجيل الاكبر مني بسنه، فانا كنت بلعب ضده في ماتشات الناشئين زمان اهلي وزمالك، وطبعا هو من الشخصيات المميزه وحارس كبير ومدرب حراس مرمى كمان مميز جدا. ازيك يا كابتن احمد؟ حبيبك والله يكرمك. ازاي صحتك؟ انت اخبارك ايه؟ ده نورك يا حبيبي، ويعني ربنا يكرمك وموفق ان شاء الله دايما حبيبي يا كابتن احمد. عايزين يعني نتكلم عن مباراه مصر وتونس وبطوله كاس العرب، مباراه بكره كلنا طبعا يعني مستنيين المباراه، ونتمنى لمنتخبنا ان شاء الله يعني ربنا يوفقه ونقدر نصعد للمباراه النهائيه لبطوله كاس العرب، ويعني تبقى مرحله جديده ومميزه مع مستر كارلوس كيروش. شايف المنتخب ازاي كابتن علاء في البطوله ولغايه ما وصلنا للدور قبل النهائي؟ يعني البطوله لحد دلوقتي يمكن الاحتكاك الوحيد اللي هو مباراه الجزائر اللي احنا نقدر نقول يعني الفريق الاصعب شويه لكن لبنان السودان حتى الاردن برضو في وجهه نظري برضو مش المنتخب، مع احترامي الشديد ليهم، انا لعبت في الاردن قبل كده في الوحدات الاردني، لكن برضو مش المنتخب القوي يعني لحد دلوقتي. انا شايف الاحتكاك كانوا كويسين في الشوط الاول يعني تفوقوا علينا 1-0، ماتش كان صعب الشوط الاول. انا مش شايف في كان في صعوبه قوي يعني. يعني حتى الماتشين الثلاث ماتشات اللي في تصفيات افريقيا برضه مش يعني مش قادر احكم على كارلوس كيروش، هو مدرب كبير جدا على فكره. انا بحب المدربين البرتغاليين قوي، بحب المدرسه البرتغاليه يعني من ايام مانويل جوزيه الحقيقه،
يعني قعدت معاه السنه الحقيقه اتعلمت منه حاجات كتيره جدا حتى في شغلي وانا موجود. بحب المدرسه البرتغاليه عموما، بحب المدربين، وهو الحقيقه عامل حاجات كويسه جدا جدا الحقيقه. لكن برضو لحد دلوقتي انا مش قادر احكم، يعني ماتشين ليبيا لسه الراجل ما لحقش برضه ماشي، لكن شهرين شهرين ونص يعني الاحتكاك برضو مش هو الموجود. مباراه الجزائر انا مش شايف برضو الفرق الكبير عندنا في المحترفين، احنا اعتقد احنا يعني ما عندناش الا صلاح بس، صلاح والنني مصطفى محمد وعمر مرموش يعني برضو انا شايف 4-5 تقال. لو بصينا للجزائر مثلا لا هتلاقي الجزائر يعني كل منتخب المغرب برضو نفس الكلام، حتى تونس عندها برضو محترفين فوق. فاعتقد البطوله احتكاك جيد للعيبه اللي هو ضمهم جديد. ان هم ياخدوا احتكاك يعني مروان داوود يعني ممكن يعني بعد 10 سنين كده يلعب في منتخب مصر، احمد ياسين برضو دخل تقطيع 5-6 سنين. ليه يعني انتوا شايفينه ايه يعني؟ احنا مش يعني احنا بقى لنا فتره متعودين على اسماء معينه، لما الراجل بيدخل عناصر جديده بتظهر في الدوري فدي حاجه كويسه، وممكن اللعيبه دي مع الماتشات تقدر تشتغل. للاسف عندنا مشكله هنا في مصر، احنا بناخد بالقطعه يعني احنا شفنا الجون بتاع مروان داوود، طب بعد كده قبل كده ولما لعب فرص مشاركته قليله لما نزل ماتش الاردن تقريبا نزل ده نزل 10 دقايق مش عارف يقف على رجليه ليه، ده الراجل جاب جول واشتغل وينج رايت وينج يعني هو انا شايف يعني لا يعني شايف لسه بدري كتير جدا جدا. انا شايف ان هو وخلي بالك مفيش حد هيجي دولي كده كابتن علاء، من يعني لازم الراجل يجهز ويلعب ماتشات وياخد خبرات ويشتغل. الراجل ده كان في الدرجه الثالثه في نادي الشمس، في لعيب في لعيب راح امبي، لا في لعيبه احسن ما انضمتش يعني محمد حمدي بتاع بيراميدز ما لا بس بيراميدز اللي مش راضي مش راضي يعني بيراميدز كان عنده ماتش كونفدراليه عشان فعشان كده ما خدش لعيبه بيراميدز برمضان صبحي يعني كل لعيبه هي ميزه كويسه. احمد ياسين انا عارف انه طبعا من البنك الاهلي خامه كويسه بس برضه لسه بعيد قوي يعني معلش يعني حتى الناس بتتكلم للاسف الاعلام بيقول لك اهلي وزمالك، اهلي وزمالك ايه؟ مع احترام الشديد يعني ما حدش فيهم يلعب اهلي وزمالك، ده احترام الشديد يعني، ده في وجهه نظري يعني. لا في فرق كبير جدا. كابتن علاء جاي سخن النهارده. لا مش سخن، مش عارف هو جاي ماتش بكره، عايزين نحفز الناس يا كابتن علاء. هم يلعبوا بكره يبقى كارثه. طيب قول لي يعني شايف ماتش بكره ازاي؟ بكره سيبك من اللي فات، خلينا في اللي جاي. الشكل بكره انا شايف احمد فتوح اكرم برده لما بينزل الحقيقه يعني لا هيعملوا تقل شويه، حجازي برده لما رجع جنب الونش برده هيعمل لنا تقل شويه، حمدي فتحي السوليه قفشه زيزو انا شايف الاستفاده الحقيقه حسين فيصل المكسب ومروان حمدي خلينا نتكلم بشكل كويس. لا حسين فيصل مكسب كبير جدا انا شايف عامل زي عمر مرموش كده، عارف في لعيبه كده لما تلعب عندها شخصيه في الملعب بالظبط شخصيه دوليه كمان. انا شايف لا مكسب كبير جدا لمنتخب مصر ومكسب للولد كمان الحقيقه، يدي له دفعه كبيره جدا الحقيقه الفتره اللي جايه. انا شايف من مكاسب البطوله دي انا شايف حسين فيصل ده ممكن يعمل حاجه كويسه جدا للمنتخب بعد كده. طيب كابتن احمد فوزي شايف ماتش مصر ازاي؟ وبرده قيم لي كمان الشناوي وتجربه اللعيبه الجديده اللي انضمت للمنتخب برده. طيب عشان ندي كل الناس حقها يعني. خلينا نتفق ان اكتر واحد مستفيد من البطوله دي هو كيروش ذات نفسه. تمام. مش لعيبه منتخب مصر، كيروش. ليه؟ لان هو قبل ما يمشي هو قال لك انا واخد لعيبه، عايز اول ما جه قال انا عايز احضر 40 لعيب يبقوا جاهزين في المنتخب في اي وقت استدعاء، يبقى عارف طريقتي، عارف طريقه لعبي، عارف السيستم اللي انا ماشي بيه. تمام. وفي نفس الوقت ابقى محضر الناس للمنتخب في اي وقت. ادي نمره واحد. نمره اتنين، الراجل واخد تيم وعارف انه التالت مش التاني. لان انت عندك منتخب بالمحترفين بيبقى اول، في فرق ما بعتش منها لعيبه زي مثلا بيراميدز، وفي لعيبه في نادي الزمالك ونادي الاهلي ممكن تروح منتخب في اوقات تانيه، فهو عارف هو واخد ايه وعايز ياخد من البطوله ايه. فهو مش هدفه انه ياخد البطوله، هو هدفه انه يكون شخصيه لاعبين تنفعه بعد كده في البطوله. بس لما شفنا المستويات ليه ما ننافسش على البطوله؟ هقول لحضرتك ليه ما ننافسش على البطوله. وصلنا للدور قبل النهائي. اوكي يعني وصلنا خطوه ونبقى في المباراه النهائيه. برضو مش يعني مش عايزين نعلي الطموح وفي نفس الوقت مش عايزين نرمي الفوطه، يعني احنا فرقه كويسه، بس انت لما تيجي تقيمنا احنا فرقه كويسه دفاعيا. هجوميا جبنا 10 اهداف بس في العشر اهداف في 7 اهداف ما يخشوش مثلا، ماشي؟ انما هجوميا احنا ناقصنا حاجات كتير، ناقصنا حاجات كتير في التحركات، ناقصنا حاجات كتير. خلي بالك انت عندك العناصر الهجوميه، انا معاك والله، اللي هي الاساسيه كلها اللي اتصاب واللي مش موجود. يعني صلاح
عمر مرموش، رمضان صبحي، مصطفى محمد، حتى شريف ما بيلعبوش اساسي، وقفشه اتصاب فتره من الفترات بالظبط، يعني كل اللعيبه جديده ماشي، حتى عبد الله السعيد مش موجود. في المجمل العام انا عارف، عشان كده بقول لك هو رايح بالتيم الثالث. في احمد رفعت، في حسين فيصل، هو المكاسب جديدة كلها. هي المكاسب بس مصطفى فتحي، حسين فيصل ورفعت. وانا بقى عكس كابتن علاء في موضوع احمد ياسين. احمد ياسين لعيب مبشر، ولكن عايز فتره من الفترات، عايز يشتغل طبعا، عايز يشتغل طبعا، لسه اول مره يلعب منتخب. ولازم حد يقف مكانه. اولا لازم يبقى عينيه على حجازي في الملعب على طول، لازم يفكر حجازي بيتحرك ازاي ويشوف حجازي بيتحرك ازاي عشان يتعلم منه. ما هي دي بقى الخبرات اللي بتنتقل من لاعب كبير للاعب صغير. تمام. وده اللي هيفيد احمد ياسين سواء في لعبه بره او مع المنتخب يعني، او لعبه هنا في الدوري الممتاز. مع الوقت تقدر تقيمه يعني. في لعيبه كتير ممكن تكون موجوده دلوقتي احسن من احمد ياسين، ولكن الراجل شايف انه صغير ويجي منه على المدى البعيد، فانا عايزه. هي دي فكره مستر كيروش. مثلا عدم وجود حارس زي ابو جبل مثلا، او حد من الزمالك تحديدا عواد، ده برضو خلي بالك بيدي ثقات لمحمد صبحي ومحمود جاد. الاثنين يستحقوا تواجدهم في المنتخب، ولكنه الاثنين دول في حد ذاتهم بعد 3 4 سنين هم اللي هيشيلوا منتخب مصر على كتافهم. صح. فوجودهم دلوقتي من غير حارس كبير في السن مع مثلا الشناوي، وليكن مثلا ابو جبل او عواد، ده في حد ذاته حاجه ايجابيه جدا جدا للاثنين شخصيا ونفسيا. وهتديهم قدرات موجوده فيما بعد. عشان كده انا شايف ان اختياراته من وجهه نظره موفقه جدا جدا. بيقدر يلعب، عارف اللي هو تقدر تلعب بالمجموعه اللي معاك، انما مش هي المجموعه اللي هتشيلك على المدى البعيد، وهو مقتنع بكده وعارف كده، والدنيا كلها اعتقد انهم عارفين كده. ولكن لما يجهز واحد واثنين وثلاثه تبقى حاجه ايجابيه. عشان كده انا شايف ان تجربته لحد دلوقتي ناجحه بنسبه 80%. رايك ايه في محمد الشناوي اثناء البطوله؟ محمد الشناوي انا شايف انه يعني لحد دلوقتي هو احسن حارس موجود في البطوله، هو ورئيس وهاب بلحي، دول احسن حارسين موجودين. حارس الجزائر. حارس الجزائر. يعني احسن اثنين حراس موجودين في البطوله لحد دلوقتي. اعتقد الشناوي لو كمل على المردود ده، هو يمكن الشوط الاولاني المباراه بتاعت الاردن قدر انه يطلع اثنين صعبين جدا. واحد خلي بالك الناس كلها عاجبها قوي اللي مطلعها من المقص، الشوطه دي الاصعب منها اللي كانت على الارض تحت ايده. أيوة. وعملت بنده وراحت اسرع من اسرع من انت كحارس مرمى بقى. انا اقول لك بقى دي اصعب من اللي من فوق. العاليه، عارف العاليه ايه؟ العاليه يا دوبك خطوه وعمل تراي في الهواء، انما دي جنبه وتحت ايده وفي نفس الوقت لما عملت بند في الارض سرعت الكوره، سرعت من قوه الكوره. عشان كده لا، هو في المجمل العام عامل بطوله كويسه جدا. نتمنى انا كنت اتمنى ان في ماتش مثلا زي السودان كان لازم. انا قلت في الاول الشوط الثاني الاعب محمد صبحي، لا لا كنت عايزه يبتدي من الاول. لا كنت عايز مثلا ماتش لبنان يعني يدي فرصه لصبحي، ماتش السودان كمان. الشناوي ايه بيتحمل على نفسه يعني، عنده الخلفيه وبيحاول يسيس الاصابه عشان يكمل. احساس لعيب. الشناوي بقى له 4 شهور عنده الخلفيه، لا من ساعه ماتش ليبيا. طب اسمعني بس، احساسي الشناوي من ساعة بطولة الأفريقية. لا لا لا، أنا عندي معلومة. أنت عندك معلومة، ده يبقى موضوع تاني. ماشي خلاص، يبقى يعني هو عنده بس هو لفترة كبيرة الخلفية قبل ماتش ليبيا الأولاني هنا. طيب يعني اللي هو تصفيات كأس العالم. طب يعني أنت عارف ده بقى من شهر شهرين؟ لا لا، شهر 10 ماتش ليبيا. ليبيا الأولاني؟ اللي هو كان هنا ده الواحد لا هو كان في شهر 9 1-0 في شهر 9 في 9 يعني من 3 شهور. طيب أو شهرين ونص. 3 شهور خلفية وبتشتغل عليها هتعمل لك تليف بعد كده. ممكن تتعامل معاها، بس على الاقل لازم تاخد فتره راحه 15 12 يوم سلبي. واكيد حضرتك عارف مفيش الفرصه دي عشان دي. الاهلي والمنتخب المشكله هتعمل له تليف، مش هيحس بيه دلوقتي يعني. هيحس بيه مع التقدم في السن. عشان كده كنت اتمنى انه يريح، ولكن هو بالمستوى اللي هو ماشي بيه والشخصيه القياديه صح، صعب قوي يقعده. طيب كابتن علاء ابراهيم، بكره ماتش تونس. تونس اكيد منتخب مميز ومنتخب قوي، ان هو وصل للدور قبل النهائي. احنا قلنا التشكيل من شويه، لكن هل هيبقى في توازن لمنتخب مصر، ولا هندافع ولا هنهاجم وهنلعب بشكل مفتوح؟ يعني شايف الطريقه هتبقى عامله ازاي لمستر كيروش بكره؟ الحقيقه انا شايف المنتخب مصر البطوله دي بالذات السوليه وحمدي فتحي عاملين بطوله هايله جدا في نص الملعب. ده حقيقه الحقيقه عاملين يعني ماتشات هايله جدا. واعتقد زي ما قال كابتن احمد فعلا احنا مميزين دفاعيا بالاثنين دول. فعلا الحسوليه وحمد فتحي عاملين شغل كويس جدا، حتى الهجوميه بتاعتنا بتبقى بشكل اسرع لان احنا بنقطع بسرعه، خصوصا حمد فتحي الحقيقه ما شاء الله يعني شغال بشكل كويس جدا.
انا برضو يعني مش شايف منتخب تونس بقوه منتخب الجزائر. يعني شايف تونس اقل شويه من الجزائر بالظبط. لكن احنا لو احنا اشتغلنا على الشوط الثاني بتاع الجزائر اعتقد ممكن نعمل يعني حاجه كويسه. ممكن انا حاسس بس كيروش ان هو في الماتشات الكبيره بيبقى يعني بيامن قوي. ودي برضو ممكن بتوصل للعيبه ان هو عايز يحافظ لما بيدينا لما بيديهم يعني حريه في الشوط الثاني الدنيا بتختلف خالص، خصوصا ان احنا الشوط الثاني دايما بنبقى احنا الاحسن واحنا اللي بنضيع فرص واحنا بنجيب اهدافنا. انا مش حافظ كتير قوي الاهداف العشر اللي احنا جايبينهم، بس اعتقد معظمهم جم في الشوط الثاني اعتقد يعني. انا مش عارف يعني بعد يعني بعد الشوط الاولاني يعني بالظبط كده. هو بس ناهيك عن ماتش السودان. لا بالعكس الشوط الاول السودان يعني لبنان الشوط الثاني الجزائر الشوط الثاني بدا التحرر يعني الاردن جبنا جون التعادل في الشوط الاول بعد كده في الثالث والرابع السودان جبنا اربع جوان ثلاثه في الشوط الاول واثنين في الشوط الثاني. فاعتقد الشوط الثاني هو دايما بيدي يعني بيدي حريه عبد الله المصري بيقول لك دايما يعني من خلال البطوله ان منتخب مصر بدنيا اعلى من اي منتخب اخر لحد دلوقتي، عشان كده في الشوط الثاني بنتفوق على معظم المنتخبات. شوف بص يعني احنا برضو بدنيا دي مش الراجحه للجهاز الفني المنتخب للانديه بتاعتهم، مش كده ولا ايه؟ يعني هو ما لحقش، هو جابهم على البطوله. الدوري المصري بدا بقى له ست اسابيع ودوري يعتبر قوي السنه دي، ما هو ده اللي انا وبرده يعني جهاز الفريق منتخب مصر في فتره المعسكر حافظ على معدل اللياقه يعني وممكن نقول نماها شويه يعني شويه، لكن انت برده كل يومين ماتش مباراه فمش هيعمل حاجه يعني ما اعتقدش. هو اللعيبه الثانيه بتاخد جرعات تدريبيه ممكن يعني لكن انا شايف ان هو الدوري برده ست مباريات ست مباريات طبعا معظم اللعيبه اللي بتلعب دي بشكل اساسي. بس خلي بالك في نقطه مهمه جدا مش عارف ممكن يعني اعتقد مستر كيروش طبعا مدرب خبير وكبير جدا، هو باختياراته دي هو بياخد افضل ناس في الفتره اللي هو ست مباريات بتوع المنتخب بتوع الدوري. فانا قلقان ان الفتره اللي جايه يعني ممكن يكون تفكيره نفس التفكير ده يجرب تاني لا مفيش بقى ده خلاص عندنا امم افريقيا لو هتتلعب ما انا بقول كده وبعد كده عندنا تصفيات كاس عالم شهر 3 انا ما يهمنيش بطوله افريقيا لكن يهمني تصفيات كاس عالم. فاعتقد يعني ممكن يكون طبعا اعتقد هو خبراته طبعا اكيد هيتدارك الموضوع ده. اعتقدش ان هو هياخد عناصر جديده كتير تاني اعتقد، لكن هو اختياراته الحقيقه عشان بقى ما يقعدش كل شويه نغير يعني وجريئه عنده جرأه الحقيقه تحسب. يعني لو مدرب مصري كان هيقدر يعمل كده؟ يعني نتمنى يعني مستبعد قفشة فترة وشريف طب وبعدين مستبعد طارق حمد وزيزو وبعدين قبل ما يستبعدهم هيمشي هو معاهم هيستبعد نفسه الاول لو مدرب مصري. احنا مشكلة يعني صعب ان كان مدرب مصري يجيب العناصر دي كلها استحالة. عارف يعملها امتى؟ لو واحد قعد زي الكابتن حسن كده مثلا بياخد بطولتين ورا بعض ولا كوره خلاص بقى عنده من الثبات والقوه والقدره بس برضو بيقعدوا يتكلموا بس برضو عنده زي ما بتقولوا يعني ايه عنده انجازات قبل كده حاجه هيسند عليها فيقدر ياخد الخطوه دي. انما مدرب جاي بقى بعد اشتغل 7 شهور 8 شهور لا صعب جدا صح. كنت عايز تقول حاجه لا انا كنت هقول المنتخب او المدرب المصري بيعمل توازنات بين اهل وزمالك حتى لما بنيجي نشكل الجهاز برضه بنعمل توازنات لكن ما بنشوفش المصلحه العامه للكره المصريه صح. فاعتقد ان كيروش لا يعني واخد حريه الحقيقه واخد مساحه يعني مين يقول عمر مرموش ما حدش كان يفكر فيه ده المنتخب الام نفسه ما ضموش فاعتقد الراجل بيشتغل الحقيقه بس عشان برضه اقول شهاده الحق ان كابتن شوقي غريب اختاره شتوتجارت في شتوتجارت اللي ما رضتش تجيبه في الاولمبياد عشان برضه يعني هم كانوا مختارينه وحاطينه من القايمه المبدئيه لكن بس شوتجارت رفض زي مثلا جلطة سراي لما رفض مصطفى محمد ليفربول رفض محمد صلاح الكلام ده. احنا استفدنا الحقيقه زي ما بقول لك يعني باللعيبه باختيارها. اعتقد كيروش بيحتاج فتره مع لعيبه المنتخب عشان فكره يوصل لان برضه ده هم محظوظ ان معاه كاس عرب ده هم انت عارف بقالهم يعني بقالهم قد ايه دلوقتي 18 يوم اتجمعوا يوم 27 18 يوم نوفمبر 18 يوم صح 18 يوم ولسه كمان هيقعدوا معاه اسبوع لحد الثالث وراء اقل حاجه الجاي. اقل حاجه لحد يوم لحد يوم الاثنين الجاي يعني هيقعدوا لغايه 19 او 18 ديسمبر يعني قاعدين معاه 25 يوم دي ما حصلتش لاي مدرب في منتخب مصر من 3 4 5 صح سنين صح دي حقيقة لما يقعدوا 25 ده فده حظ كويس لكن لا مش ولو في بطوله امم افريقيا انا شايف برضو المباريات هتعطله يا كريم. انا المدرب محتاج مساحه بالعكس دي انت بتدرب وتلعب جرب ايه طب جربوا على المعسكر 20 يوم من غير ماتشات ومين مش عارف تعمل حاجه لا يعني بالعكس انت بتشوف كمان لعيبه على الطبيعه وانا مش هدرب بدني يعني انا مش هو انا مش هدرب بدني بس التشكيل يعني اعتقد خلي بالك انت راجل مدرب طبعا ومدير فني مميز
اثناء المنافسات والبطوله يبقى كله شغل تكتيكي. طبعا كله تكتيك، والناس اللي ما بتلعبش هي اللي بتاخد شويه بدني زياده. طبعا فاللي هو بيعمل تكتيك او يشتغل بطريقته بقى اللي هو عايز يدخلها مع ماتشات رسميه، انا شايف ان ده بالعكس دي توقيت رائع لكاس العرب بالنسبه لكيروش. هو طبعا. هو احنا خدنا ميزه كويسه قوي الحقيقه، احنا المباريات بتاعتنا متدرجه يعني لبنان السودان وبعد كده احنا طلعنا شويه الجزائر وسط شويه في الوسط الاردن بدينا نخش برده تونس. اعتقد انا في وجهه نظري يعني مختلف مع 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 احمد، لا انا شايف ان احنا ممكن نحقق البطوله سهل جدا يعني انا في وجهه نظري انا خلي بالك برده الجماهير المصريه ليها عامل كبير طبعا، بتلعب طبعا مليانه كانك بتلعب في مصر طبعا طبعا احنا اكبر جاليه في قطر. احنا الماتشين اللي فاتوا الجزائر والاردن الملعب لا 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 يعني 35000 مصري ما شاء الله. بدينا الحقيقه ميزه كبيره جدا الحقيقه، مخليه اللعيبه كمان تطلع كل ما عندها، وده دي برده ميزه مهمه جدا الحقيقه. يعني البطوله ممكن ما كانتش في الحسبان، لكن الحقيقه عامله يعني عامله حاله غريبه، حاله عجيبه كده في الشعب المصري نفسه الحقيقه. اعتقد ان البطوله دي استفاد منتخب مصر حاجه كبيره جدا، ان شاء الله نكون ليه رد فعل في تصفيات كاس العالم ان شاء الله. ان شاء الله كابتن احمد، برده انا بقى عكس كابتن علاء ابراهيم في موضوع تونس. منتخب تونس عنده اربع خمس لعيبه بيلعبوا في الدوري المصري. علي معلول، فرجاني ساسي، سيف الجزيري اللي هو هداف البطوله، حمزه المسلوسي حتى لاعب زيك ما بيلعبش بس موجود. يعني موجود. فتحس كده ان هم حافظين، مش تحس ده يعني حافظين لعيبه الدوري، حافظين طريقه اللعب، فدي برضه عارف اللي هي ايه سوري في اللفظ صياعه كره القدم. تمام. هيعرفوا يلعبوك ازاي، عارفين طبيعتنا، عارفين تحركاتنا. ماشي. فدي تفرق برضه، والاربعه اساسيين يعني علي وفرجاني ممكن علي ما يبتديش، وسيف الجزيري علي عشان كان مصاب، بس انا شايف لا، وحتى ممكن اول ماتش في البطوله ما ابتداش، نزل احتياطي. بس هو بقاله يومين بيتدرب يعني بيتمرن، فاعتقد ان المنذر الكبير مدرب تونس هيلعب ممكن يعني. خلينا بس نرجع لنقطه مهمه نبدا منها الاول. ماشي. تونس صعوبتها فين؟ في الجزء الامامي، في الخماسي الامامي. تونس ساسي، حنا بعل، زياد الجزيري، سيف الجزيري، اسمه ايه؟ ناحية الشمال ده المساكني. المساكني، يوسف المساكني. تمام. دول خطورتهم، هم عندهم مشكله في خط الظهر واضحه جدا جدا، خاصه ان هم بيلعبوا الباكين طايرين. اذا كان ناحيه الشمال او ناحيه اليمين الباكين طايرين على طول، ففي مساحات كبيره قوي بين السرد باك خط الظهر في خط الظهر بين السرد باك والباك، ونفس المساحه عشان الاثنين السرد باكات بيطلعوا يغطوا بره، ففي مساحه في القلب سهله جدا. عشان وبرضه للامانه الاثنين حراس اللي معاهم مش على قدر مش جامدين تمام. ده بالنسبه لمنتخب تونس، انا بتكلم على تونس. فهو خطورتهم كلهم في الناحيه الهجوميه واحنا قوتنا في الناحيه الدفاعيه. عشان كده ممكن الماتش من وجهه نظري يبقى اسهل لينا منهم. نرجع بقى احنا ممكن نقدر نسجل بسهوله، وما هتبقى الدنيا صعبه عليهم. طبعا ان شاء الله يعني. ماشي، ادي نمره واحد. نمره اثنين، في نقطة مهمة اللي أنت بتقولها، إن اللعيبة دي عندها صياعة كورة، بس خلي بالك شمال أفريقيا كلها عندها القصة دي. وإحنا خلاص بقينا شربنا منهم في مصر، وتبقى عارف اللعيبة برضه إحنا شربنا منهم وبقينا نعمل زيهم في أوقات كتير. تمام، أدي نمرة واحد. نمرة اتنين، علي معلول مثلا لو لعب هيلعب على أكرم، حافظه. أكرم توفيق السلالة لو لعب على أساسي حافظه وحافظ طريقته وحافظ كل حاجة. دي ميزة لينا إحنا. الجزيري مع الونش، الونش مش هيسيبه، صحاف ده مش هيسيبه، ده ممكن يقرقشه الونش، ممكن يقرقشه باسنانه. فيعني على قدر المسلوسي برضه لو لعب على فتوح، هو زميله عارفه. فعلى قدر ال 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 الوجود بتاع اللعيبه التوانسه دي في مصر، لا ده احنا اكتسبنا خبرات بوجودنا معاهم في الدوري، الخبرات دي ممكن تفرق معانا بكره. يعني شايف ان دي نتيجه ايجابيه لينا، او عامل ايجابي لمصر، عامل ايجابي لينا مش عامل سلبي. ده ممكن يكون سلبي بالنسبه لهم، لان طريقتهم بالنسبه لنا بقت محفوظه، لاعبتهم بقت محفوظه، تحركاتهم الى حد ما محفوظه. عشان كده اتفرجت على ماتشات منتخب تونس. انا اتفرجت على ماتش واحد، ماتش واحد بس. يعني بص، هم زي ما انا بقول لك كده، هم هجوميا كويسين قوي، بيمسكوا الكوره. حنا بعل ده لعيب كويس قوي، اللي هو المشعر ده 20 ده لعيب كويس قوي ومستقبله هايل هايل يعني. لعيب كويس، ديستروير كويس، وفي نفس الوقت بصير كويس قوي، وما شاء الله رئتين، وهو اللي شايل ساسي في نص الملعب.
يعني في ماتش مش من نوعيه اللعيبه بتضغط وبتدافع جامد. بالظبط. لا هو عايز يمسك كوره ويلعب كوره. في ماتش جمهور تونس طلع انتقد فرجاني كويس قوي. صح. عارف لو بقى فرجاني ما كانش ما تحتيه حنا بعد ده كان اتفضح مش انتقد. ليه؟ لان الولد فعلا بيدافع له كويس جدا جدا جدا. فدي برضو نقطة إيجابية عندهم. لازم نعمل حسابنا إن في واحد هيبقى متأخر. عشان كده أنا عاجبني جدا 4-3-3 بكرة، حمدي فتحي يتأخر ياخد هو أساسي، وقفشة والسلاية يبقوا الاثنين. صح. يعني 4-3-3 كلاسيك مميزة هتنفعنا جدا. بس كنت أتمنى بدل مروان شريف، لأن هما مش موضوع هما في العالي. بس كيروش مقتنع بمروان جدا. لا لا انا مش قصدي، انا بتكلم على بكره وضع محمد شريف تحركاته جوه ال 18. وضع بكره بالذات نقطتين ايجابيتين. شريف كل ما بيلعب الفرقه التونسيه بيسجل فيها، ادي نمره واحد. نمره اتنين، مروان الكور هو مسته في ايه؟ في الكور العاليه. طب هم عندهم السترد باكين بيلعبوا كويس قوي بدماغهم وطوال، انما عندهم مشكله في المساحات. اي حد بيقطع في المساحات عايز واحد لعيب كوره يقدر يخترق بالعمق، بطاء وما بيلحقوش. فعشان كده اعتقد ان ميزتهم هتبقى يعني اتمنى كنا شريف يبقى موجود. طيب هنطلع فاصل سريع وبعدين نرجع مره اخرى مع الكابتن علاء ابراهيم والكابتن احمد فوزي في كوره كل يوم، ونكمل كلامنا عن مباراه مصر وتونس بكره ان شاء الله. نرجع تاني مع كابتن علاء ابراهيم وكابتن احمد فوزي ونكمل كلامنا على مباراه مصر وتونس بكره في الدور قبل النهائي لبطوله كاس العرب. انت قلت لي حاجه حلوه في الفاصل واحنا بنتكلم، قلت لي مدربين البرتغاليين بيحبوا نوعيه معينه من اللاعبين المهاجمين. كابتن احمد اتكلم على مروان، قال ان هو يعني يفضل شريف دفاعا عن كيروش. يعني المدربين البرتغاليين او المدرسه البرتغاليه، احنا يعني اشتغلت مع مانويل جوزيه قبل كده، هم بيحبوا راس الحربه المحطه اللي هو البادي بيلدينج القوي اللي بيلعب بدماغه. دليل ان هو لو اول ما جه راح مصطفى محمد على طول اساسي. اساسي معاه. شريف لعيب ايجابي وسكورر على الجون كتير وبيجري كتير لكن هم بيحبوا اللعيبه اللي بتبقى محطه زي مروان. واعتقد في المنتخب انا مش شايف غير مروان يعني دلوقتي، بس في مصطفى محمد بس طبعا. لما يجي انا بتكلم في الوقت الحالي بمواصفات اللي هو عايزها دلوقتي. لكن طبعا اسامه فيصل لا لسه بعيد شويه. يعني لسه شويه اسامه صغير. صغير بالظبط. لكن مين غير يعني. مروان واسامه فيصل مفيش، فبيضطر يلعب مين؟ مروان، عشان الناس برضه متحامله على مروان. مروان هو فيرود معقول طبعا، مش منتخب مصر، مش شريف، مش محمد شريف طبعا، فرق كبير جدا. هو ده ستايل وده ستايل. هو بس المدربين يعني مثلا زي متعب وعمرو زكي بالظبط، ده كان ستايل وده كان ستايل. خلي بالك كمان في حاجه، احنا شفنا عمر مرموش ليه؟ عشان مصطفى محمد. أيوة. هو بيعتمد على الاطراف من المين؟ من راس الحربه للمحطه. يعني عمر مرموش كان هو اللي كان بيعمل الشغل، هو اللي عامل الاجوان وجاب جون و منين؟ من الشمال، من المحطه. ما هو المحطه اللي هو مين؟ مصطفى محمد. مصطفى محمد. هم المدربين او المدرسه البرتغاليه كده بيحبوا المهاجمين. بالظبط. انت مان جوزيه كان ايامك كان مين بيلعب وانت كنت موجود؟ انا كنت راس حرب. بس يعني انت مش بودي بيلدينج يعني. لا خالص. بس احنا كان عندنا طبعا بيبو وخالد بيبو وكان وائل رياض. لا كان عندنا وبلال وفاروق. وبلال طبعا محمد. لا طبعا كان هو برضه بلال برضه اوقات سنه لعبت انا وانا فتره كبيره شويه وبعد كده بلال شويه. فهو بيحب فاروق رجع لعب معانا سنتين قبل ما يمشي يعني. لكن هو المدربين البرتغاليين لا يعني اشاف ان هم ناجحين مع الكره المصريه وكرتهم قريبه، روحهم كمان حلوه قوي. حتى تلاقي في التقارير اللي بتيجي تلاقي كروش بيشيل الملعب جون، بيشيل الكور، مش عارف يتكلم مع لا يعني اسلوبهم كويس زي اسلوبنا كده. بالظبط كده. البرتغاليين عندهم بيعرفوا يتعاملوا مع اللاعبين نفسيا وبيقربوا من اللعيبه ويعرجوا معاهم الكلام ده. بالظبط. طيب كابتن احمد فوزي انا عايز بقى اتكلم عليك، كنت شويه احنا اتكلمنا عن المنتخب ومباراه تونس. طب تتوقع ايه كده قبل ما نسيب المنتخب بكره؟ يعني انا اتمنى، ما اتوقعش، انا اتمنى ان احنا نكسب. بس الناس شايفه المباراه سهله شويه، لا انا شايفها المباراه صعبة. هتبقى صعبه. بس ان شاء الله بالوقت احنا اللي هنركب الجيم.
كابتن علاء، احنا افضل في كل الخطوط الحقيقه. يعني كان كابتن احمد اتكلم على ساسي وعلى المساكني، انا شايف هم لعيبه كوره كويسه لما الكوره تبقى في رجليهم، لكن عندهم مشكله كبيره جدا لان الاثنين ضعاف في نص الملعب في الدفاعيه. فاعتقد ان احنا مع حمدي فتحي والسوليه هنركب الجيم بشكل كويس، لكن النتيجه دي طبعا بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. التوفيق نفسه بتاع ربنا سبحانه وتعالى. انت عارف الاردن فرق كبير جدا في المستوى، لكن كان ممكن سهل جدا الشوط الاولاني لو جاب واحد كمان كان ممكن الماتش صعبه جدا. لكن ان شاء الله احنا اقرب كتير يعني. طيب عايز اتكلم يعني كابتن علاء ابراهيم وكابتن احمد فوزي على طول بتشتغلوا مع بعض غالبا يعني. كنت السنه اللي فاتت في الشرقيه الدخان، من سنتين الدخان يعني سبتوا الفرقه فتره قصيره جدا قبل الصعود الفريق. خمس ماتشات صح؟ خمس ماتشات وكنتم متربعين في المركز الاول بفارق كبير، فساهمتوا ب 80 85% في صعود الشرقيه الدخان السنه اللي فاتت. الفتره اللي فاتت كنتوا ماسكين نادي النجوم ومحتلين المركز الاول، وبعدين انت بتقول لي من شويه اللي انتوا سبتوا النجوم. قدمنا اعتذار الحقيقه. احنا اشتغلنا سبع مباريات، كسبنا ست مباريات منهم مباراه في الكاس مع نادي السكه الحديد ممتاز به. ايوه. وخسرنا مباراه، يعني ست مباريات مكسب ومباراه يعني النجوم متصدر كنا الاول لكن لحد المباراه اللي احنا خسرناها دي. انا كنت متخلف يعني، لما مسكت الفرقه كانت الفرقه تاني، احنا بقينا اول. المباراه اللي احنا خسرناها دي انت عارف نادي النجوم انت اشتغلت فيها تقريبا سنتين وعارف الناس، هم الحقيقه ناس محترمين جدا مؤدبين جدا جدا على فكره، لكن هم ليهم نظام كده في الاداره، يعني في الاداره ليهم اسلوب. ممكن في ناس يعني بتقبل وفي ناس ممكن يعني الموضوع ممكن ما يبقاش كده، لكن الحقيقه هم نادي كويس جدا. انا شخصيا كان بدايتي في نادي النجوم الحقيقه، ويمكن ده من اسباب ان انا وافقت ان انا امسك درجه ثالثه بعد ما يعني كنت شغال في ممتاز به وساهمنا في صعود الدخان، لان انا اشتغلت في نادي النجوم ده بدايتي في الناشئين الاول. اول ما بطلت اشتغلت في نادي النجوم. في نادي النجوم. طيب شايف يعني فريق برضه لازم اكلمك على الشرقيه الدخان او ايسترن كومباني بقى باسمه الجديد. يعني لغايه دلوقتي في الدوري ولا نقطه، المركز الاخير. شايف مستقبل الفريق ازاي واحنا هنستأنف الدوري ان شاء الله الاسبوع الجاي؟ والله يمكن الناس تستغرب، انا حزين جدا على نادي الدخان طبعا بالشكل اللي هو فيه ده الحقيقه. يعني احنا ما كنا شغالين، كان طموحنا ان احنا نطلع دوري ممتاز بس ما كانش بالشكل ده. يعني كنا حاطين خطه كده ان احنا حاطين عينينا على خمس ست سبع لعيبه من المميزين في المجموعات اللي احنا في المجموعه بتاعتنا، مجموعه الصعيد ومجموعه بحري ومجموعه القاهره، اللي هم ممكن يبقوا موجودين معانا، ومنهم اسماء راحت انديه كبيره. يعني منهم واحد راح الاتحاد السكندري اسمه عفروتو، ناشئ من النصب المخصص، لعيب باك رايت اعتقد هيبقى شكله كويس يعني كويس. في لعيب كمان من الحمام اسمه اسلام المزين، برضو ده اللي راح من الحمام راح المصري المصري. أيوة برضو من المساكين اليوم. الحقيقه كنت حاطط اربع خمس ست لعيبه كده، منهم لعيبه برضو كانت مميزه في نادي المنيا، في الالومنيوم، في المجموعه بتاعتنا دي كنا حاطين عليهم كده. يعني كنا محتاجين لعيبه كويسه جدا تشيل الناس دي. مجموعه برضو مش هقول كبيره جدا من اللي عملوا الانجاز ده، لكن في نادي الدخان عنده لعيبه كويسه، بدليل ان اللعيبه لما بتنزل بتغير الشكل، الشكل بيبقى احسن على فكره. الناس اللي هي بتلعب بالممتاز بيه واللي كان درجه ثالثه لما بينزلوا، يمكن الاختيارات يعني كان في عدم توفيق شويه، فاعتقد ان ممكن يبقى في تدارك الفتره اللي جايه. الحقيقه نادي كبير جدا، انا استفدت يعني مش هقدر اتكلم على نادي الدخان الحقيقه، لان انا يعني استفدت منه كتير جدا، وهم افادوني بامكانياتهم الحقيقه ان احنا ننجح وان انا اوصل ان انا يبقى ليا 85% من صعود الدوري الممتاز. الدخان بقى له 30 سنه عايز يصعد. 52 ها؟ 52 سنة. لا أنا ما بتكلمش على أنا بتكلم من ساعة ما اتولدت. ساعة ما اتولدت ماشي. يعني أنا لعبت في شرقية الدخان على فكرة. تمام. لعبت سنة كام؟ 2000 ولا 99 مش فاكر يعني، بس لعبت سنة في شرقية الدخان في الممتاز به. يعني كان حلم حياتهم إن هم يصعدوا وفضلوا قعدوا سنين يوصلوا للمباراة الترقي الأخيرة. نهائية وما يوصلوش. دي ثلاث أربع مرات يعني. فيعني كنت متخيل، أنا كنت متخيل إن هم كانوا مهتمين أكتر من كده شوية السنة دي، بان هم يعملوا فرقه قويه في الدوري الممتاز، ولكن الامور ما مشيتش زي ما احنا كنا متوقعين يعني. طيب خليني اقول لك، احنا اتبهدلنا. يعني انا وعلاء اتبهدلنا في صعود الدخان ده. طبعا مجموعه الصعيد صعبه جدا طبعا، سفر ومسافات. يا جدعان السفر ده مسافات السفر دي قاتله، ماتشات صعبه وملاعب صعبه طبعا. المهم يعني كنا نتمنى ان مجهودنا ده ما يروحش هدر صراحه. انا بقولها لك يعني، ان الواحد بيبقى زعلان وحزين لما بشوف الفرقه بتلعب ماتشات بالطريقه دي وبتخسر. الواحد بيبقى فعلا زعلان يعني،
عارف اللي هو مجهودك بيضيع قدام عينيك وانت مش قادر تعمل حاجة، انت يعني يوزلس دلوقتي، انت مالكش لازمة، فبس انت شايف كل امكانياتك، كل التعب اللي انت عملته في خلال سنتين وشوية، سنتين يعني رقم بيضيع قدام عينيك. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا شايف ان القصة كلها في اختيارات اللاعبين. اختيارات اللاعبين اللي اختاروا اللاعبين، امكانيات الشركة، امكانيات النادي، امكانيات قوية يا عم. ما الله اكبر، يعني هو في حد زي الدخان؟ بص، هما شركتين ثلاثة في مصر مثلا، دخان وقناة ومثلا بتروجيت، يعني في فاركو يعني هما شركات قليلة امكانياتهم كويسة. فالدخان عنده امكانيات. القصة في ايه؟ القصة ما انا ممكن يبقى انا يعني اللي معاه بيقولوا حمام، اللي معاه ماله ومحيره يجيب حمام وطياره. انا معايا فلوس بس مش بحطها في الحته اللي تجيب لي فيدباك بعد كده. أيوة. فانا بخسرها. فيعني الاختيارات هي اللي يمكن كانت يعني مش على قدر المأمول منه. بدايتهم، وان خمس لعيبه الافارقه ما يتأيدوش اول ست سبع اول خمس ماتشات سوري، وابتدوا يلعبوا في الماتش السادس برضو عامله مشكله كبيره. دي مشكله اداريه يسأل عليها اصحابها بتاعتهم، يعني حتى يعني لما لعبوا برضو يعني حتى لو امكانيات اللعيبه دي مش موجوده، بس لو موجودين من اول، خلي بالك الافارقه عامه بيبتدوا بيتطوروا، بيبتدوا الاول قليلين وبيزيدوا بالوقت، واكيد انت عارف كده والله حاسس يعني كده. خلينا نتكلم، هل في امل لتعديل الامور في الايستن كومباني؟ المشكله ولا شايف الموضوع بقى صعب؟ المشكله ان هم ايدوا ال 30 لعيب. فما فيش الخمسه استبدال، ما فيش الخمسه استبدال. هتستبدل مين ولا مين؟ من بص، من مركز حراسه المرمى لحد الاسترايكرز، هتستبدل مين ولا مين؟ يعني شايف الموضوع صعب؟ انا شايف انهم اول فرقه نازله للاسف. لا يعني كمان المشكله كمان ان هم مش محظوظين في السنه اللي صعدوا فيها الحقيقه. اللي كمان كل سنه كان بيجي مثلا ثلاث اربع انديه او خمس انديه ما بيصرفوش، المستويات بعيده. لكن انت السنه دي حتى اللي صعد معاهم فاركو امكانيات قويه جدا، فيوتشر قويه جدا. الوحيده اللي هم يعني شوط الدخان وست ماتشات ده تأثر عليهم، ده المحله عاملين فرقه كويسه. المقصه اللي ما بيصرفش اقل فرقه، يعني لو قلنا خمس نقط لا فرقه نتائجها مش وحشه. عايز اقول لك حاجه، انا اتفرجت على ماتش المصري امبارح، لا فرقه محترمه. يعني الماتش اللي جاي خلي بالك، الدخان والمقص لا المقص فرقه كويسه، ومعظمهم من الممتاز اللي احنا كنا بنتكلم فيه. طب سريعا يا كابتن علاء، مين المهاجمين اللي عاجبينك في الدوري غير اللي موجودين في المنتخب؟ يعني انا شايف يعني عمرو جمال الحقيقه ماشي بشكل كويس مع فاركو. مروان محسن قبل ما يتعور محمود وادي انا شايفه فرود محترم كويس. كويس. انا شايف فرود محترم الحقيقه من الفراوده الكويسين. ايزي يامك او اسمه ايه اموتو ده، اسمه اموتو بتاع المصري، حاجه جاب جول يعني حلو. ده لو اهلي او زمالك امكانياته دي حاجه يعني. مين احسن مهاجم في مصر يا كابتن علاء حاليا؟ شريف طبعا، محمد شريف. ويلعب على مصطفى محمد ولا مصطفى محمد يلعب؟ لا محمد حاجه ثانيه خالص، وماشي ثانيه يعني. انا حتى يعني لا يعني انا مع كيروش، يعني لو انا مدير المنتخب لا هلاعب مصطفى محمد. لا يعني فيرود الحقيقه. مين احسن حارس في مصر غير محمد الشناوي؟ بعد الشناوي؟ بعد الشناوي. هو الشناوي احسن حارس في مصر صح؟ يعني انت عندك راي ثاني؟ لا راي ما ينفعش يبقى في راي ثاني. بص، هو في حراس كتير جيده، بس اقرب واحد ليهم خلي بالك، في حد يلعب دوري وفي حد ما منتخب. يعني دوري بمعنى مثلا اقرب واحد ليه احمد الشناوي ربنا يرجعه بالسلامه، مصاب مع بيراميدز ماشي، وابو جبل. دول اللي ممكن يعوضوا غياب الشناوي بنسبه ايه؟ انا شايف ابو جبل جون عالي جدا. ماشي، ما انا بقول لك اهو، لسه الراجل الاثنين اهو دول اقرب ناس لمحمد احمد الشناوي. احمد الشناوي وابو جبل، محمد ابو جبل. انما مصر في يعني الحته دي الحراس الصغيرين، انا عاجبني جدا طبعا صبحي. خلي بالك في جون، في اتمنى يعني انه يلعب جون، اسمه محمد سعيد شيكا في فاركو. فاركو عارف؟ عارفه الاسمر؟ الاسمر عارف. اتمنى كان بيلعب في جمهوريه شبين شويه. لا هو اصلا هو اصلا من فاركو وكان رايح اعاره. ايوه صح. اتمنى ان فاركو تطلعه اعاره بس يلعب. اتمنى. محمد صبحي دلوقتي حارس فاركو. محمد صبحي بيلعب، فمش قادر الولد يبقى موجود. وده مش بمزاج. عارفه الولد ده لو لعب، عارفه الولد ده لو لعب حاجه فوق من اللعيبه اللي احنا كنا محترمه. انا كنت عامل حساب يعني ان ربنا يكرمنا يبقى معانا. دي حقيقه. مثلا عشان طبعا ما نقدرش نغفل عامر حارس سيراميكا طبعا، ما نقدرش باي حال من الاحوال. احمد مسعود ماشي كويس مع المصري. جاد محمود جاد لا كده كده محمود جاد ومحمد صبحي. بص انا رايي
ان الاثنين دول هيبقوا نجوم منتخب مصر في الحراسه، واحد في الاهلي واحد في الزمالك مع الايام القادمه ماشي. انما اللي بنتكلم عليهم وخارج الصندوق، اسلام طارق ماشي كويس قوي مع الجونه كون ماشي من السنه اللي فاتت، واسلام ماشي كويس مع الجونه ومش واخد حقه كامل. خلي بالك انا بطبعي اهو بقولها على الهوا، مش بحب طريقه اسلام يعني، ما بحبش التوكا والستايل ده مش بحبه. بس انا بقول لك هو كشغل، هو كشغل لا جون كويس جدا ومع الشغل يزيد. فلا في عمر رضوان زنفلي رايك فيه؟ لا لا جون جامد قوي يعني، مش عشان انت قاعد ولا عشان البنك، والله جون جامد جدا الولد ده. في حاجات كده عايزه تتغير في الفوت وورك والتمركز، هيبقى في حته تانية خالص يعني. ده عمر رضوان، عمر عنده مشكله قعد كتير يتنقل من حته لحته، بتعمل عدم ثبات. كان صغير هو مواليد 97 ماشي. عدم الثبات ده هو خبرات لعب كبيره بس الناتج في الاخر انا مش شايفه يعني عالي قوي. المفروض بعد، هو خلي بالك هو عمر دلوقتي اعتقد في الاسماعيلي، في الاسماعيلي بس ما بيلعبش. اللي بيلعب محمد فوزي، محمد فوزي برضه جون كويس. ايوه عمر دلوقتي بقى له 6 سنين منهم 3 سنين اعاره، 6 سنين بيلعب وما وصلش للمفترض ان هو كان يبقى فيه. فهو طبعا اكيد حارس كويس ولكن عايز يشتغل على نفسه اكتر. عايز وقت. طيب هتشتغلوا مع بعض تاني؟ ايوه احنا ورانا غزوة. بص القرعه دي، القرعه دي ما تبعدش عن بعض ابدا، احنا بنلزق في بعض، الناس بتتوه بينا. في حاجه قريب؟ في عرض قريب ولا حد اتكلم ولا لسه؟ عند البيه. عند كابتن علاء؟ عند البيه ماليش دعوه. لا هو في كلام بس احنا يعني ما بنحبش نتكلم يعني، بس في يعني في يعني ممكن نشوفكم قريب ان شاء الله. يعني ان شاء الله خير ان شاء الله. ان شاء الله كابتن، انا مبسوط ان انتوا يعني كنتوا معايا النهارده في كوره كل يوم، اتمنى لكم التوفيق وان شاء الله تتكرر تاني. بس كابتن علاء هديه شويه قبل عشان بيخش جامد قوي وبعدين ده المنتخب. انا كنت رابط الزمبالي. حبيبي يا كابتن علاء، سعيد بيك جدا واتمنى لك دايما التوفيق. ربنا يكرمك يا كريم. كابتن احمد فوزي كمان حبيبي، ربنا يعزك. الله يشكرك يا كابتن حبيبي، تسلم يا حبيبي. ما رضيتش اسالك سؤال مين هياخد الدوري عشان تقولوا الاهلي. الاهلي طبعا. انت عارف، ما رضيتش اسالك. انت عارف اصل هنقعد نقاوح. لا انت عارف. بشكر طبعا كابتن علاء وكابتن احمد فوزي، بشكر كل طاقم العمل، ونتقابل بكره على خير ان شاء الله، ونتمنى كل التوفيق لمنتخبنا الوطني بكره امام تونس. بكره هيكون معانا ان شاء الله كابتن اشرف قاسم وكابتن محمد يوسف بعد المباراه بالليل، نتكلم بقى عن مباراه مصر وتونس، ونتمنى يا رب نكون احنا في النهائي باذن الله ونكسب المنتخب التونسي. بشكركم وتصبحوا على خير.